أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، وجزء لأهم الأنباء من قناة عدن الفضائية. بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، هنأه فيها بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية الشقيقة. وأشار فخامة الرئيس في برقيته إلى عمق العلاقات الأخوية الصادقة والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين النابعة من الهوية الواحدة والمصير المشترك والمتطورة، باستمرار لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الجوانب والمجالات. وأعرب فخامة الرئيس باسمه وباسم الشعب اليمني عن أصدق التهاني والتبريكات للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية، متمنيا لفخامته وللشعب المصري الشقيق مزيدا من التقدم والرقي والازدهار في ظل قيادته الرشيدة. أكدت مصادر ميدانية بدء تحرك الجيش الوطني والمقاومة نحو مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز بعد التحام جبهتي شريقة والقبيطة من جهة جبل جالس بعد تحريره، مشيرة إلى أن قوات الجيش تتقدم بشكل كبير وسط اندحار وفرار عناصر الميليشيات باتجاه الراهدة. ووفقا للمصادر فقد تم تحرير مناطق نجد قفيل ودياش وثيلو ونجد الخليل. أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما واسعا في محافظة صعدة شمالي صنعاء، وتمكنت من تحرير سلسلة جبلية في مديرية كتاف شرقي المحافظة. وذكرت مصادر صحفية أن قوات الجيش الوطني فرضت سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال أطيق، كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش الوطني قصفت مديرية مران واستهدفت عددا من المواقع في جبل جميمة. وتواصل قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف تقدمها الميداني بمديرية الظاهر محافظة صعدة لليوم الثاني على التوالي وسط انهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. تصدت قوات الجيش الوطني لهجوم شنته ميليشيات الحوثي شرق وشمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وتمكنت قوات اللواء الأول عمالقة من التصدي للهجوم ودحرهم وسقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية. وقال مصدر عسكري في جبهة الساحل الغربي أن أكثر من 30 حوثيا لقوا حتفهم في الهجوم الذي تم التصدي له. وشن الطيران التحالف عددا من الغارات استهدفت تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي في الجراح والتحيتة، تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر في الأرواح والمعدات. شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن الطيران قصف مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في معسكر الأمن المركزي المجاور للمجمع الحكومي بمدينة البيضاء. وأضاف المصدر أن طيران التحالف دمر طقما تابعا للميليشيات الحوثية في مفرق الوهبية باتجاه منطقة قانية وسقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح. انتهى موجز الأنباء، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.